السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك عندنا. لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب أنا عامل لكم استراتيجية ممتازة جدا للناس المبتدئة اللي لسه ما كسبتش أي حاجة من الإنترنت. النهاردة يا شباب معانا حوالي 9 مواقع، ولو في مواقع أزيد هحطها لكم أسفل الفيديو، في الرابط أسفل الفيديو يا شباب. معانا 8 9 مواقع يا شباب بيشتغلوا على الفي كي. ايه الفي كي؟ الفي كي ده يا شباب يعتبر زي الفيسبوك عندنا، بس ده روسي. اللي هو ده يا شباب بتعمل حساب في الفي كي ده، وبتقدر تشترك على المواقع اللي انا هنزلها لك دي كلها. ده الموقع الاول، معانا الموقع الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع. 9 مواقع دول يا شباب بالضغط على الاعلانات، والاعلانات بتاعتهم بتشتغل يعني بسهوله جدا. الموقع ما بياخدش 5 ثواني ولا 10 ثواني. شوف انت لو 9 مواقع وعشر مواقع وربحت من كل واحد 1 روبل بس، هتعمل 10 روبل في وقت السحب بتاعك يا شباب. طريقه التسجيل في الموقع ده، اول حاجه تعمل حساب في الفي كي. لو جيت تدوس على الفي كي كده هيقول لك ما عندكش حساب، انشئ حساب. انشئ حساب كانك تنشئ حساب على الفيسبوك بالموبايل، بيبعت لك رساله على الموبايل، بتفعل الحساب بتاعك عادي خالص، وبتحتاجه كتير قوي. ساعات بيعملوا عليه مسابقات، وساعات بيعملوا عليه مواقع بتطلب منك تشترك في فيه وبتاخد جوائز والكلام ده. فهنحتاج الفي كده جدا يا شباب في الربح من الانترنت. طريقه الشغل على الموقع، طبعا عندي حساب في جي، ابص هدوس على الفي كي كده هيفتح معايا الموقع مباشره، مش محتاج تسجيل ولا اي شيء. اهو كده الموقع فتح يا شباب، عندي 1 روبل و55 سنت. بدوس هنا كده احل الكباتشا، يفتح معايا ايه الموقع، يبدا يشتغل معايا. المواقع الصادقه يا شباب كلها بتدفع، دي اهم شيء. اهو يا شباب كده طريقه الشغل على الاعلانات يا شباب كلها موحده. طبعا في مواقع بتدي بونص، هتلاقي هنا كلمه بونص زي كده، بتدوس على البونص ده بتحصل على البونص. هنا سيحصل على 5 و3 و4 سنت. بتدوس على الاعلان ده وتقفله كده، وبعد كده بتنقل الارقام ديت هنا اهو. وبنعمل مطالبه اهو يا شباب كده، انا حصلت على 4 سنت تمام. اهو اضافت لي هنا. طريقة الشغل على الموقع يا شباب بيجي عند الاعلانات، بتدوس من هنا اعلانات، بتلاقي مجموعة اعلانات كتير. انا شفت اعلانات كتير عشان اقدر اعمل لكم اثبات سحب، بس اوريكم الموقع صادق. شايفين كل دي اعلانات، كل ديت اعلانات يا شباب. في مواقع بتدي اعلانات قليلة، وفي مواقع بتدي اعلانات كتيرة. بندوس على الاعلان بالشكل ده، بيدينا 5 ثواني 4 ثواني زي ما انتم شايفين، 14 ثانية. طريقة الشغل واحدة كلها يا شباب في المواقع. ممكن تشتغل على كذا موقع مع بعض، متهيألي يعني مش هيحصل حاجة. هنا بيقول لك 12 زائد 16 28، وهنعمل ايه؟ تأكيد. اهو كده يا شباب ايه، حصلت على قيمة الإعلان. لو عملت ريفرش كده هنا 58، اهي بقت ايه؟ 11 سنت. تمام كده عرفنا طريقة الشغل. بس أول حاجة تعملها بعد ما تسجل في الموقع، بتخش على الإعدادات من هنا، وبتعين رقم محفظتك هنا أهو. أهو يا شباب بتعين رقم محفظتك، وبعد كده بتعمل حفظ، وخلاص كده تبدأ شغلك في الموقع. هنيجي نعمل إثبات سحب يا شباب. هنجي من هنا كده، أنا هوريكم دلوقتي الموقع ده واحد منهم، يعني الموقع اللي أنا شغال عليها أديلي فترة. هنترجم كده باللغة العربية. تأكيد بريدك الإلكتروني في الإعدادات. طلب مني يا شباب تأكيد بريد الإلكتروني عشان أعمل سحب. بيقول لي دخل الكود، بعتك رسالة بتدخل الكود بتاع الرسالة وبتعمل تأكيد. أهو تم التأكيد بريدك الإلكتروني بنجاح. أهو يا شباب كده أخش بقى على السحب كده، هعمل إثبات سحب. أهو كده السحب فتح معايا والرصيد. أهو يا شباب لو دخلت على البير وجيت هنا، آخر حاجة عندي 24 سنت كنت سحب من الموقع، واعمل طلب سحب. الحد الادنى ده يا شباب، الحد الادنى 2 روبل بس. الموقع ده صادق وبيدفع، انا كنت شغال عليه من فترة.
وبيدفع عامة. الموقع التاني يا شباب هنخش عليه اهو نفس النظام، ندوس كده بيدخلنا على حسابنا اهو يا شباب. الاعلانات اهي برضو يا شباب اهي زي ما انتم شايفين، انا ليا برضو ايه 1 روبل و30 سنت. طبعا في مواقع فيها مكافأة وفي ما فيهاش مكافأة، وخلي بالكم في حاجة اسمها مهام كمان ممكن تعملوها، يعني كلمة المهام دي ايه في الموقع الاولاني هنا اهو بيقول لك ايه، يعني سجل في موقع هتاخد 14 سنت، هتاخد هنا كام، الدفع 20 سنت 20 سنت، ممكن يطلب اشتراك في الفيكي، اشتراك في مجموعة، اشتراك في اي حساب. اهو يا شباب ممكن تجمعوا منها ارباح كويسة جدا دي المهام دي. بعد كده الموقع التاني اللي قلنا عليه دلوقتي ده بتدوس برضو على الاعلان كده بيفتح معاك بالشكل ده 20 ثانية. اهو يا شباب كده بيقول لي الرقم ده فين، بدوس له 92 اهو كده حصلت على المكافأة برضو. ده كده كان الموقع التاني سهل جدا. في مواقع قلنا بتدي مكافآت ومواقع ما بتديش، هنخش على السحب كده يا شباب برضو شوفوا من 2 ولا قد ايه. ما تنسوش برضو الاعدادات، لازم تخش على الاعدادات وتحفظ الاعدادات بتاعتك. هنترجم كده باللغة العربية، قم بتسجيل، عايز بيقول لي قم بتسجيل المحفظة. انا فاكر ان انا كنت مسجل محفظة، اشوف برضو المحفظة كده متسجلة. اه يا شباب اهو شايفين الموقع ده سحب منه قد ايه يا شباب، اخر حاجة سحبها كانت 16 روبل، وواحد واتنين وتلاتة وايه، وهعمل اثبات سحب بواحد روبل وكام، واتنين وتلاتين سنت واتنين وتلاتين يا شباب. احنا قلنا اخر حاجة عندنا في البير كانت 24 سنت اهي يا شباب، وهنعمل طلب سحب اهو، تم الدفع يا شباب بنجاح اهو. لو عملنا ريفرش للصفحة هنلاقي الرصيد نزل تحت اخر حاجة 16 اه يا شباب. هنخش على البير ونعمل ريفرش اه يا شباب، 1 روبل و30 سنت وصلوا اهو بعد عملة البير. وبكده الموقع صادق، والموقع وكلهم يا شباب شرحهم كلهم بيشتغلوا بنفس الطريقة، موقع سهلة جدا، وهتقدروا لو انتم مبتدئين هتقدروا تحققوا منهم ارباح كويسة جدا. هفتح لكم انا المواقع بس كده ايه، مش هنعمل فيها حاجة بس هوريها لكم الداخل نفس النظام اهو يا شباب. ليه في 1 سنت نفس الطريقة برضو، بصوا من الاعلانات اهي ودوت، وهنا هتلاقي المهام برضو والسحب نفس النظام، وتخش على الاعدادات تحط المحافظ بتاعتك. ده الموقع ده يختلف شوية يا شباب، بتخش برضو كده بالفي كي برضو بتسجل، بس بيختلف في شكله شوية يا شباب عن المواقع التانية اهو. بتيجي كده بتدوس برضو على الاعلان نفس الطريقه اللي لسه وانا مسجل فيه، مع بتيجي من هي الاعدادات تحفظ اعداداتك، وبعد كده بتمارس بقى ايه هوايتك في الشغل ايه على الموقع. نترجم باللغه العربيه برضو، في مهام اهو يا شباب، والمهام من هنا والدعوات وفي كل حاجه ايه. والمواقع برضه يا شباب بيبقى الاحالات بتاعتهم بتبقى ايه، في احالات كويسه بتدي 50% و100%، يعني ايه مواقع ممتازه. وبنيجي من هنا الموقع اللي بعده، عندي 77 سنت يا شباب برضه نفس النظام، الاعلانات ايه ودوت ما بيديش مكافأة، ما فيش مكافأة في ده، مهام برضه وايه وضغط على الاعلانات من هنا يا شباب. بعد كده عندنا اللي بعده حل الكباتشة، الموقع ده يا شباب بيدينا مكافأة على الرصيد الإعلانات، وهنا الإعلانات بتاعتنا اهي في الموقع عندي 49 سنت، وبتاخد المكافأة من هنا برضو. وفي مهام اهو بتدوس على إعلان كده وتقفل
وتحصل على المكافأة. وديني الأرقام، الكود ده هنا. انا عندي 1000 يا شباب في المشتريات، او عندي واحد يعتبر اهو كده. الرصيد اداني كام؟ اداني 2. ترجم اذا ما ريفرش. وشكل الكود كان في حاجة غلط، عايز نعيد تاني. بيقول لي في حاجة غلط في الكود، ما علينا يا شباب، هنشوف اللي بعده. فاضل كده 2. يا شباب ده عندي فيه قربت اسحب منه اهو، وممكن اعمل لكم بس سحب ليه ثواني. بنشوف برضو الاعلان بالطريقة دي يا شباب، نفس الطريقة اهو. ده بدي بص 5 ثواني واربع ثواني وحاجات بسيطة جدا وسريعة. يا شباب 79، بتدوس على الاعلان كده كده حصلت، بينتهي. شوف اللي بعده وهكذا. يا شباب وصلت 1 روبل زي ما انتم شايفين، وعمل لكم اثبات سحب. وهنا بيقول لي ايه، ركوب الامواج، الاعلانات، اعدادات. هنخش على السحب على طول يا شباب. من هنا الدفع. بص الموقع ده برضو يعني ايه، موقع كويس جدا. هنحط هنا المبلغ على طول، هنقول له 1 روبل، وهنيجي نعمل طلب سحب. طبعا لون المحفظة محفوظة اهو، هنعمل طلب اهو. السحب كده تم يا شباب، لو ترجمنا كده باللغة العربية الحالة مدفوعة. تمام يا شباب، هنخش على البير ونعمل ريفريش. اخر حاجة عندك كنا الروبل اللي سحبناه 30 سنت اهو يا شباب، 99 سنت. وبكده الموقع صادق برضو، الموقع كلها صادقة يا شباب. بس انا ايه بوريكم الشغل عليها ازاي. وهنا اخر موقع معانا يا شباب اهو، انا كنت شفت الاعلانات اللي فيه يا شباب، عندي فيه 69 سنت برضو، مهام وضغط على الاعلانات يا شباب. وده كان فيديونا النهاردة يا شباب، يا ريت تدعمونا بلايك، متبخلوش علينا بلايك. وانتظروا المسابقة شافه، ومسابقة قريب ان شاء الله بعد وصلنا ل 4000 مشترك. ويا ريت يا شباب ما تنسوش يعني تقدروا جهدنا وتدعمونا بلايك، مش طالبين منكم اكتر من لايك وتعليقاتكم الجميلة. وبكده اكون انتهيت من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.